إلى ذلك، أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبل خليل أن زيارته لجامعة تكريت تأتي للاطلاع على أوضاع الطلاب فيها كونهم ينتمون لمختلف المحافظات العراقية. وقال في تصريح خاص به قناة صلاح الدين: أننا نحرص على صحة الطلبة، لهذا اتخذنا إجراءات احترازية عدة للحفاظ عليهم وعلى زملائهم. زيارتنا للجامعة تأتي بسبب وجود طلاب من مختلف المحافظات في العراق الجنوبية والشمالية، وأعداد الطلاب في الجامعة كبير جدا من محافظات الفرات الأوسط والجنوبية. لذلك احنا حريصين على الطلبة من خلال أنه نأخذ بعض الإجراءات الاحترازية للحفاظ عليهم وعلى زملائهم. الإجراءات هي بأنه احنا نطلب من الطلاب البقاء في الجامعة هذه الفترة المحددة اللي هي 14 يوم، ونطلب منهم أنه عدم السفر، واللي يضطر يسافر أرجو أنه الجامعة تتخذ إجراء بأنه تأخذ عليه تعهد أنه ما يرجع إلا بعد فترة الحضانة للفيروس اللي هي في محافظة النجف، واللي بعدها ممكن أنه تحدد الحالة ويسيطر عليها. احنا كمحافظة الآن أيضا عندنا مركزين للحجر تم المباشرة بها إن شاء الله، يعني هي بشكل طارئ ومؤقت في جنوب المحافظة وشمال المحافظة للسيطرة فيما لو حدثت حال لا سامح الله. جامعة سامراء أيضا مشمولة بهذا الكلام، جامعة سامراء أيضا الطلاب أيضا من الجنوب والمحافظات الأخرى. القضية ليست ضد طالب وليست ضد محافظة وليست ضد جهة، القضية هي احترازية. هذه المحافظة محافظة مليئة بمختلف أطياف الشعب العراقي، وهذا دليل على أنه هي محافظة جاذبة وجامعة جاذبة، وبالتالي نحن حريصين عليهم. فلذلك أتمنى من الأخوة أبنائنا الطلبة أن يلتزمون بهذه الإجراءات وأنه يبقون هذه الفترة، وإحنا لأي حالة طارئة أو احتياج لقضية طارئة راح نكون قريبين من السيد رئيس الجامعة لتلبيتها فيما يخص أبناء الطلبة في جامعة تكريت وجامعة السامراء.